ننتقل للخبر الآخر. حقق المصلى المعلق الذي يقع بين البرجين التوأم في فندق جبل عمر العنوان بالعاصمة المقدسة لقب أعلى مصلى في العالم، وذلك وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. نقول لهم أكيد ألف مبروك. موسوعة جينيس يمكن صارت 3/4 صفحاتها هي تابعة للسعودية. عندنا كثير من الإنجازات، عندنا كثير من الفعاليات، حتى الرموز اللي موجودة عندنا، العمران، المباني، كثير من الأمور، إلا ما صرنا نسمع أنه قدرنا أنه إحنا ندخل موسوعة جينيس من خلالها. أنا أقول أكيد ألف مبروك لنا، والله يكتب لنا إن شاء الله أن احنا نروح ونصلي في هذا المصلى المعلق، واللي أنا بصراحة شخصيا ما قدرتها، لكن شفت الصور وشفت الناس اللي راحوا وزاروه. الصراحة مكان يعني، مع أني أنا أخاف من المرتفعات، ولكن هذا مكان الواحد ما يفوت أنه يروح ويقضي فيه وقت. تخيل المطل يعني، كيف راح يكون المطل فعلا على الحرم المكي. يعني يكفي أنه هو أعلى معلق مصلى في العالم، ويتسع أكثر من 200 مصلي، وعلى إطلالة بانورامية في المسجد الحرام والكعبة، يعني شيء جميل يستحق التجربة أكيد.